يا مدام، إذا بتحبي تعالي معي بتشربي فنجان قهوة وبترتاحي وبتصحصحي شوي. إيه؟ شكراً كتير إلك، بس أنا حابة أبقى هون شوي. تمام، مثل ما بتحبي. عن جد شكراً كتير. أنا متأكدة إنه بكرة زوجك رح يكون أحسن بكتير من اليوم. كل شي رح يكون منيح. رضا عم بنزف كتير، خلينا نروح على المستشفى. بدك تروحي لعند الدكتور؟ ما فيني أخذك لعنده. تعرفي ليش ما فيني أخذك لعنده؟ لأنه إذا رحنا على الدكتور فهو أكيد رح يسأل أسئلة كتيرة. رح يقلك مثلاً أنت كيف جرحتي إيدك؟ أو إذا كان في حدا مسؤول عن هذا الشيء، وبعدها رح يسأل زوجك مين اللي عمل فيكي هيك. ولهذا السبب أنا ما فيني أخذك عند الدكتور ببساطة. عيونك هدول اللي بيبينوا كأنهم كتير بريئين بيخلوا الإنسان يفكر بطريقة غلط عن سبب اللي صار بإيدك. يعني أنت بدك حدا يمسكك بإيدك وينغزك من جهنم اللي أنت فيها، مو هيك بدك؟ ليكي حطي ببالك، ما في أي قوة بهي الأرض ممكن أن تخلصك مني غير الموت. مثل ما قلت، ما في أي خلاص. طول ما أنت لساتك عايش هذا القدر ما رح يتغير. بوعدك ما رح تلمس ولادي مرة تانية أبداً. ما رح اسمح لك تلمس ولادي مرة تانية. أمي، أمي شو عم تعملي؟ شو جنيتي؟ لك بعدي لورا خلص. أمي شو هاد؟ ليش كنتي بدك تخنقي لأبي؟ لك أحكي. حضرة الممرضة، فيك تشوفي هذا الجهاز؟ من شوي كان عم يطالع أصوات كتير غريبة. ما في مشكلة بنوب، بس انخفضت نسبة الأكسجين. شكرا لإلك. أمي، أمي أنتي منيحة؟ حضرة الممرضة فيك تقيسي ضغطها لأمي؟ خليها تجي معي لو سمحت. يلا أمي، تعالي معي، على مهلك. أنقذت حياتك بابا. وهلأ صرت مدين لإلي، مو؟ وعشت بسببي، مو هيك؟ ما سمعتك. بس بصراحة أنا مو حابب إنك تموت بهالسهولة، مو هيك بدي بابا؟ أنا بدي بالأول تشوف حبيبك كانت وهو عم يموت قدام عيونك.